مساء الخير، نشرة 11 ليلا من قناة سما، نبدأها بالعناوين. للدفع باتجاه الحل السلمي لملف درع البلد، جهود متواصلة تبذلها الدولة والجيش العربي السوري. فرض الرقابة على مصادر الطاقة بعد انفجار عكا وكذلك تنظيم توزيعها. الرئيس الأفغاني يغادر البلاد وطالبان تدخل العاصمة كابول. أهلا بكم. لا يزال الدفع إلى الحل السلمي لملف درع البلد يصوغ جهود الدولة والجيش السوري عبر توفير مقومات نجاحه، على الرغم من استمرار خروقات المسلحين، فيما تشير المعطيات إلى أن حل ملف درع البلد سيتم إنهاؤه خلال الأيام القليلة القادمة. وخلال الساعات الماضية عقدت اللجنة الأمنية في درع اجتماعا مع ما تسمى اللجان المركزية في المحافظة في إطار التوصل إلى حل يفضي بعودة سلطة الدولة إلى حي درع البلد وكل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون. وعلى وقع موازن تؤكد المعلومات أن الجيش أعاد فتح حاجز السرايا الذي يفصل درع البلد عن حي درع المحطة. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم في محافظة درعا للحديث عن واقع ملف درعا البلد وما آلت إليه الأمور. في الحقيقة يبدو أننا في المراحل الأخيرة لحل هذا الملف، لا سيما بعد المقترح الأخير الذي وافقت عليه الدولة السورية والذي تم تقديمه من قبل الجانب الروسي لضمان الوصول إلى حل سلمي يمكن من خلاله عودة الأمان إلى ملف درعا البلد. نحن الآن بالقرب من معبر السرايا، هذا المعبر الذي يفصل بين أحياء مدينة درعا ودرعا المحطة وبين أحياء درع البلد. هناك تجهيزات حاليا تقوم بها الجهات الحكومية وبحضور العديد من الجهات المختصة وأيضا حضور الجانب الروسي لتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها يوم الأمس والتي تمت ضمن المذكرة أو ضمن المقترح الذي قدمه الجانب الروسي والذي يفضي بخروج المجموعات الإرهابية الرافضة لهذا الاتفاق. لا أعداد دقيقة فيما يخص عدد هؤلاء الإرهابيين، لكن العدد يزيد عن 100 مسلح هم الرافضون لهذا الاتفاق. كما نلاحظ في الكاميرا هناك تجهيز لهذه الباصات، ومن المتوقع ايضا ان يصل يعني حوالي باصين اخرين ايضا لضمان يعني اكتفاء الاعداد ضمن هذه الباصات بالنسبه للارهابيين الرافضين لهذا الاتفاق. وبطبيعه الحال كافه الاستعدادات التي تقوم بها الجهات المختصه هنا والاجهزه الامنيه والقوى الشرطيه هي على تم الاستعداد لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل. من الممكن الحديث عن اعاده فتح معبر السرايا بشكل كامل بعد تنفيذ هذا البند والذي يتعلق بخروج الارهابيين الرافضين الى الشمال السوري. طبعا هذا البند هو ضمن مجموعه بنود تم تقديمها والتي تتعلق بعده نقاط، اهمها طبعا كما قلنا خروج الارهابيين الرافضين، عمليات تسوية الأوضاع للمطلوبين، عمليات تسليم السلاح للدولة السورية والجهات الأمنية. كافة الإجراءات يعني تجري وفق ما هو مخطط إلى الآن، لا منغصات حتى هذه اللحظة، ربما ساعات تفصلنا عن تنفيذ هذا الاتفاق، ربما ساعات تفصل أحياء درع البلد عن الخروج، يعني عن خروج المسلحين الرافضين لهذا الاتفاق وعودة الحياة المستقرة لأحياء درع البلد. ساعات قليلة ربما من خلالها يمكن أن نطوي هذا الملف، ولا شك أننا سنطوي صفحات من الإرهاب عانى منها أهالي محافظة درعا وأهالي درع البلد تحديدا خلال السنوات الماضية. أود الإشارة إلى أنه يعني وبناء على المقترح الذي قدمه الجانب الروسي هناك تسهيلات كبيرة، هناك استعدادات تقوم بها الجهات المعنية والجان الأمنية لضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، بما فيها أيضا وجود طبعا نقطة مراقبة أو لجنة لمتابعة وقع وقف إطلاق النار، لا سيما أنه مساء الأمس كان هناك عدة خروقات، فلا بد من وجود لجنة تتابع هذه العمليات، تتابع عمليات خروقات التي تنفذ أو التي تقوم بها سواء المجموعات المسلحة المتواجدة ضمن أحياء درع البلد أو أيضا ضمن في ريف درعا. طبعا هذا هو الواقع إلى هذه اللحظة. يبدو أننا في المراحل الأخيرة كما قلت لحل هذا الملف، لطوي هذا الملف. سأكون معكم في رسائل أخرى لنحاول أن نرصد هذا الملف بكل تفاصيله. كنت معكم أنا فراس الأحمد.
أقامت السفارة الهندية في دمشق بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع حفلا بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الهند، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة. وافتتحت الاحتفالية بعرض وثائقي قصير عن الهند تلاه إلقاء كلمات إضافة إلى عروض فولكلورية من التراث الهندي. وقال الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال كلمة ألقاها إن العلاقات السورية الهندية مبنية على التاريخ المشترك والكفاح ضد المستعمر. من جهته أكد السفير الهندي أن بلاده فخورة بالعلاقات التاريخية التي تعود إلى طريق الحرير، وتتعاون مع سوريا في عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب. نحن هنا لنتذكر هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم والقادة العظماء الذين بذلوا أرواحهم لنعيش هذا اليوم، ونجدد التزامنا ونحيي ذكراهم، ونؤكد أن كل هندي سيعمل لاستجابة لتوقعاتهم وطموحاتهم. سوريا والهند تتقاسمان كثيرا من القواسم المشتركة تاريخيا، ولذلك لم يكن غريبا أننا ساهمنا معا في تأسيس حركة عدم الانحياز التي قامت على مبادئ باندونغ اللي هي التعايش السلمي مع بين الأمم، إنهاء الاستعمار، الحرية، حق تقرير المصير. لا شك بأن هناك كثير يتقاسموا مع الثقافة الهندية. كما تعلمون الصناعة السينمائية متطورة جدا في الهند، ونحن مقبلون على افتتاح المعهد العالي للفنون السينمائية، ولدينا المعهد العالي للفنون المسرحية والموسيقية، ومتقدمون كثيرا في هذا المجال. نحن بحاجة إلى الخبرات الهندية، كما نحن بحاجة إلى المثاقفة بين هذين الشعبين. علاقة كتير وطيدة بسبب أنه مصير واحد وعمل واحد ومقاومة واحدة. نحن بنعرف أنه نحن كان في عنا عمل مشترك قديم، وكان في صراع دائما بسبب أنه أنت تناضل من أجل استقلاليتك وتوصل لنقطة معينة عندك حرية كاملة. هذا الشيء الهند عملته بشكل قوي وصريح. طبعا نحن بمناسبة عيد الاستقلال لجمهورية الهند بعيد 75 حبينا نعمل شيء من التمازج بين الثقافات، ونقدم عروض فيما يعني يخص الثقافات الهندية، وهي تابعة على هي الرياضات طبعا لاتحادنا مثل رياضة اليوغا. العلاقة بيننا وبين السفير والسفارة الهندية طول عمرها منيحة، الحمد لله علاقات بين البلدين مناح. فلما طلب منا أن نشارك ونقدم عرض، كان لي الشرف بأنه فريقي وفريق اللي هلأ بده يقدم ألف رقصة كتير حلوة بوليوود زومبا. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق القبض على 7 عناصر خطرين من داعش في عملية شمالية البلاد، فيما تأكد مقتل إرهابي بعد الاشتباك معه في قضاء الطارمية شمالي بغداد. من جانب ثان، كشفت قيادة العمليات المشتركة نتائج عمليات تطهير وتأمين صحراء قضاء الرطبة في الأنبار مع تدمير عدد كبير من المضافات والمواقع، فيما تم ضبط معدات وأسلحة وهواتف نقالة تحتوي على معلومات غنية جدا حول آلية عمل الإرهابيين في تلك المنطقة وأعدادهم وأماكن تمركزهم. قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تكليف القوى العسكرية والأمنية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها لمدة شهر واحد، هذا وخلف انفجار صهريج للوقود في التليل بمنطقة عكار عددا كبيرا من الضحايا. ليعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فرقه نقلت 28 ضحية و79 جريحا من مكان وقوع الانفجار. لكن العالم كيف عم تحترق، لكن العالم كيف عم تحترق. و
ومع مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد دخل مسلحو طالبان إلى العاصمة كابول دون مواجهات كبرى وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة. هذا وفيما قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الحركة تسيطر على حدود أفغانستان بالكامل. عززت هيئة حرس الحدود في أوزبكستان بشكل مكثف حراسة الحدود مع أفغانستان. وفي وقت سابق أعلنت ألمانيا أنها أغلقت سفارتها مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية، وفيما أكد مسؤول رفيع في الخارجية الروسية أن موسكو لا تستعد لإخلاء سفارتها من كابول. واصلت واشنطن إجلاء موظفي سفارتها، وبالتزامن قال مسؤولان أمريكيان بحسب وكالة رويترز إن السفارة تواصل عملها. هذا وكان سلاح الجو الأمريكي أعلن أمس عن إرساله طائرات نقل على عجل إلى أفغانستان لإجلاء الآلاف من الأمريكيين والمتعاونين معهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من معدات وأسلحة. أخيرا في هذه النشرة، وعلى الصعيد السياسي، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أفغانستان. ومن جانبها دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا العالم ليراقب بفزع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن في أفغانستان. بقي في هذه النشرة أن نذكر بعناوينها. للدفع باتجاه الحل السلمي لملف درع البلد، جهود متواصلة تبذلها الدولة والجيش العربي السوري. بعد انفجار عكار، فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها. الرئيس الأفغاني يغادر البلاد وطالبان تدخل العاصمة كابول. شكرا لطيب متابعتكم، تصبحون على خير وصحة وعافية. إلى اللقاء.